تمت المباشرة بأعمال تبليط بعد إكمال المجاري في منطقة الطيران والشهباز. الشوارع اللي تم تبليطها كم طولة كانت؟ هي عندنا كميات، يعني الذرعة مع المنطقة كاملة كلها موجودة الكميات. بعد إنهاء عمليات المجاري ومد الهاوس كونكشن للدور السكنية المطري والثقيل، منطقة الجوسق باشرنا بها تقريبا، صار لنا اليوم الثالث، يعني متبقي تقريبا 20-25 ألف متر مربع منطقة الجوسق مستمرين، وتم إنجاز منطقة تموز والاقتصاديين، متبقي أفرع قليلة بها أيضا هم شوف يتم إنجازها.